السلام عليكم في برنامج كيمو شو. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات القادرين يسمعوا فينا أنا في برنامج كيمو شو على إذاعة الجو فهم. تشبوا تسمعونا وتتفاعلوا معنا على القناة الرسمية على اليوتيوب، وتشبوا تسمعونا مباشرة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. كما سمعتوا الآن مجموعة جروب 19 معنا في استوديو. نرحب بأحمد بحري اللي هو تريم كاتشر. أهلا وسهلا احمد، صباح الخير احمد، مرحبا بك. الحمد لله. اللي جنب احمد عنا بيتيس. صباح الخير بيتيس. صباح النور سي كمال، مرحبا بك، نورتنا في جو فيم، نورتونا انتم مسوس في جو فيم. يعطيكم الصحه على الغدايه، عملنا امبيونس حلوه على الاخر. تنسيتوا نحكيوا عليها اكثر تفاصيل باش نعطيوا الفقره. عندنا الفقره الاولى هي فقره البوغتري باش تعرفوا عليكم اكثر تفاصيل. مجموعه كما قلت لكم ضيوفنا هما جروب 197. بيتيس هو اسمه إثبات، وأحمد إثبات وأحمد تريم كاتشر جاءوا من حي تضامن، أكبر حي في تونس. نجم تقول هي أكبر حي في تونس بالضبط. عندهم عام اللي بدأوا في العالم شبكة التواصل الاجتماعي. شبكة التواصل الاجتماعي، وعندكم سيدة تسعة غنيات على اليوتيوب. تسعة غنيات، أول تيتر هبط 19 جويلية، وآخر تيتر هبط. ما عندوش شهرين أكيد. سكرنا العام، 19 جويلية سكرنا العام. واضح. طيب بعد نقولوا شنية رمزية 19 جويلية في ال... عم شاكي. كتبت لي كل شيء من أسئلة معنا. لا، بس بلاستي. بس بلاستي. بس بلاستي. بلاستي. مجموعة 197، شكون نبدأ؟ بيتيس ولا أحمد؟ نتعرف على روحكم، شكون هو بيتيس؟ تفضل. بي أحمد بحري، عمري 22 سنة، نسكن في حي التضامن، ريكي أي متاعي في الراب جيم كاتشر. كما تعرف في جروب 197 أنا وبيتيس. نسيتو؟ تفضل بيتيس. والله نشرفوا بيك سي احمد. انا بديس اللي كي متاعي زباد. من حيث تضامن كما قلت، بدينا عندنا عام كان جروب 197 انا وبحميد. جروب 197، جروب اسم مزيان 197. سؤال نطرح عليه، علاش اخترتوا اسم 197؟ تفضل. والله 197 هو معناتها 19/7 19 جويلية، ومعناتها صدفة. معناها أنا ويا مولودي في نفس النهار 19 جويلية 19/7. حبينا تكون هذيك معناتها حاجة كومان بيناتنا، معناها بر الراب وبر نفس الحوم، احنا الحوم اللي صغار وكل شيء. حابين نبداو بحاجة كومان بيناتنا، مولودين في نفس النهار، وصورة حاجة مزيانة على الآخر. شكون بتي الأول اسم جروب؟ أنا شكون اسم الجروب؟ اسم الجروب مع بعضنا. كل شيء مع بعضنا، خموه مع بعضنا. بيه كيفاش بدي الجروب تتعرف وكل شيء؟ تفضل بدي صحكي كيفاش نايا بدي الجروب. كيفاش بدي الجروب؟ كيفاش بدي؟ والله بديت انا 2017 رابي، وبعد قسيت، وبعد كي اكتشفت بحميد اللي هو قاي رابي زادة، خرجعنا مع بعضنا معناه، وبقينا نلوجوا على فكرة متاع جروب. يا اخي جيت فكرة 197. عرفت انا بحكمك نبدا قاعد نسمع في الانتوراج في الحوم برشا عبيد يرابي وكذا، كي نقعد وحدي ساعات تجيني حكايه باش نكتبها. كي نبدا قاعد في الليل ولا حاجه نبدا نكتب في حاجات، بعد بشوي شوي نحط في بيت، نجرب في كلامي على البيت كل شيء. قلت اللي عندي حاجه نجم نعملها معناتها في الراب. تعرف بديس بعد ما خاطر كان في الغربه. طبعا بحيث تعمل. كيفاش تعرفتوا على بعض؟ تولدنا فرد حومة، فرد نهج ملي صغار نعرفوا بعض. والغربة راهو يمشيش لعبيد في بالهم. اللي أنا كنت في ألمانيا ولا حاجة، كنت في نابل نقر على روحي. بعد روحت من نابل خاطر ما نجحتش، خاطر كنت نقر على روحي. ياكاو رجعت نقرا في تونس، رجع الكونتاكت بالقديم. وانت
انا هاني قعدت سنه في باريس يكمل غربته يكمل غربته باش نكملوا الجروب كل شيء. ام برفت معناتها كاسيب كل واحد تحسه عنده معناتها يكتب حكايه معناها وكي لميناها مع بعضنا خرج حاجه مزيانه على الاخر. واضح احمد مثلا نتواصلوا معكم في برنامج كيمو جو على جو فيم فكركم تشوفوا تتواصلوا معنا على صفحه رسميه على فيسبوك جو فيم تشوفوا تتفاعلوا معنا على قناه رسميه على اليوتيوب. الجروب هذا 27 اول بساج لكم في الميديا في الراديو في الواحد هذا هي اول بساج اول بساج معكم. واضح مثلا متواصلين نسمع موسيقى نسمع موسيقى ثانية مش نسمع أغنية نادي العالي نسمع الآن نعود نشوفكم نكملوا حديث في البرنامج كيمو شو على جو فهم موسيقى دريم كاتشر نادي عالي سمعناه أنا وياكم الآن على جو فهم. مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين المستمعين القاعدين يسمعوا فينا الآن في البرنامج كيمو شو. سمعنا ندعي العالي لدريم كاتشر وأحمد بحري. أحمد باش نسألك هذه أول أغنية هبطت على شان يوتيوب بالنسبة لي أنت خنيتها هذه أول أغنية معناتها سولو هبطت أنا وبدي بشر نيت احكي لي شوية الأغنية بصفة عامة. الأغنية والله بدي حالي دي كتبها عندي برشا في الأول اللي كتبت بعد شوية حط لوجع الدين وكلام كل مرة بدل حاجة في الأغنية البنت اللي كتبت كاس بدي على عقلي كذا معناتها حط فيها فايب مزيانة كل شيء. أحمد كيف تحس الجماهيرية متاعكم توما؟ ما تقولوا فان بيس كبيره ولا حاجه لك جوست يسمعوا فينا العباد المقربين منا ساعات فما عباد اخرين معناتها يسمعونا اما كما تعرف معناتها مازلنا في مرحله البدايه وباش نطوروا اكثر ان شاء الله. بديس واحمد باش نسالكم سؤال كيفاش اكتشفت الموهبه؟ خلينا نحكي مع بديس كيفاش اكتشفت الموهبه بتاعك وتوما؟ والله انا اكتشفتها مع طفل صاحبي اسمه ايهاب اي كي اي ثاقا رابر وزاده هو يرابي معناها كنا نسكن مع بعضنا في نابل ديما معناها يعمل دي فريستايل واحد لين اكتشفت انا الموهبه نتاعي معناها بقيت معاه معناها نعمله في الفريستايل لين اكتشفت روحي. انت كيفاش اكتشفت موهبتك؟ انا اكتشفت موهبه عرفتك ديما نقعد في الحومه فما برشا عباد يربيو فما عرفتك شفت هما يدوا يربيو كذا قلت خلينا نجرب معناها انا نشوف شو عندي معناها كان خطفت معايا ولا نلقى روحي سمعت ساتيسفي بالحاجه نعمل فيها الكتيبه والموسيقى وكل شيء نلقى روحي ساتيسفي بديت كمل معايا بديس عرفتك خدمنا خدمه مزيانه على الاخر كملنا بعضنا كما تقول. يعطيكم الصحة أحمد وبديس توا باش نعملوا باش تسمعونا في ستايل. نسمعونا توا الآن على جو فيم في كيمو شو توب موسيقى. صحيح من غالط خالط خلط من خالط مش مشكل كانت العغالط تجرت على الدنيا مش خالط وعارف لي هذا غالط سلخلوق للخالق ونحس بي تخميمي خالط فما في الفحكاية والفحكاية تغيف أكثر حاجة وجعتني بابا شهر مريض ما تنساش الخالق قدوة يعطيك التعويض كانت ست الدنيا خلي للعالي تفويض فوظرنك لربي وما تقول البيتش يا حبي مش سهل تدخل قلبي وانا بالذنوب معبي عليكم ديما نخبي كتويتي ينفرق قلبي كانت حب تحاربني عمري ما نخسر في حربي كيما جينا كيما مشينا وتبارك الله علينا يعثروا فينا يعطلوا فينا تخلى دسامينا العبد لي تسمع فيك جد كي سمعت دسامينا وانتي يقعد غادي وحدك فيبي في التركينة ما حشتيش وما نخبيش وما
ما عينيش وما نحكيش جيني راسا راسا نوكلك الحشيش مراتيش كلها تكمي في الحشيش ثم تعشق الفتيش كلمكش راجل لنا عليك لنا ما نخبيش تكذب على العبيد انتم معشيكم كل يوم تشيش سمعت بيك ما تغشش وين السقات مرضيش حتى تتكلم سكر فمك انا لما ما تحكيش ما تحكيش ما تذويش كان تعرف ما تخبيش كان ما جيتش عندي بيت راني نهج وما نكريش يعيش فيها بما لها يتمنى لقدر يعيش وخطت خطة مش نسيها تجيني فرصة مرتيش بلاد ان شاء الله تخلدوا فيها عبيت في الظهر ما تحكيش ماني عامل برشا خايب ما كل واحد شد فنيته جاب لي بريمة فيكم ما قلت لك انا سميتو هربتوا خايب مني ما وانتم ما اللي حبيتو بعد ما عملتوا العيب هربتوا كل مني خبيتو ما تحبوش العقل لما تحترموا المجرمة يو يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة بديس على هذا الفريستايل بعد شوي مش اسمه فريستايل لكن مش نسمعه دريم كاتش مش نسمعه فريستايل مش نسمعه توا مش بنسيرو نحكيه توا مش نسألكم سؤال الغنائية اللي تغني فيهم شو المواضيع اللي تغني فيهم شو السوجي كل ما اي سوجي معناها تبدا عندك دي سنتيمون فيه في البريود هذيك تنسبيري من اي سوجي معناها معناتها انت تبدا قاعد باش تحكي على حكايه معناتها تنجب انت وانت والفيلينغ نتاعك في المومون هذا باش تكون فرحانتك بحاجه فرحانت معناتها انت والسونساسيون نتاعك فهمت ساعات كيبدا فما سوجي معناتها لازم نحكيو فيه بالكدا ونعطيو فيه راينا بالطبيعه باش نحكيو عليه فهمت نسمعو توا سامحونا باش نسمعو توا فريستايل تاع احمد ونسمعو في برنامج كيما شو اوكي شارجة شبيك مركز في مزنون بعيد عليكم علي بدرجة وخلي وصايا عندي برشة واللي وصل لما يغرش حبو كان الباب الحرشة واللي في جدي ما يضرش تنسيتونا لما نظنش مليوني ميلي وصا تسمعني عيني كما ترمش أدرينالين وحارب عصاب فكر جاي وفكر راب موني زون نوع معروف سيد حكايتي بكدا فغرطو في الزبلة وغرطو في الجلوف أرمعني لك اللي بلوف واللي يلعب ما ينغرش شد البصع كيك فوف فيك خبيب لما يرحمش نسكت برشا باش نخمم تركم برشا لما يعلم شد في بحدي لما نسلم بالموسيقى باش نخلم هيد السرعة هيد البانو هيد الكورة نجيب البانو ما حشتش في الحبس نقو شارو تنيز في دهلي خانو صفيني فيك صفيني طب اسمك يجي كبير Dream catcher, dream catcher. That is soon. يعطيك الصحة تيم كاتشر هذا فريستايل لإثبات تيم كاتشر على راديو الجو فاهم نشوفكم أحلى جو في برنامج كيمو شو مثلا متواصلين معاكم ما عرفتش نسألكم سؤال بما أنه أنتم في الدومين الراب شكون تسمعوا في الميدان فن الراب في سواء في تونس ولا في العالم؟ والله ياك عرفت نسمعك نجم نقول نسمعوا ناس الكل اما كعبد كان مغرومين بيه معناتها ديما نسمعوا كل شيء مش ديما معناتها نسمعوا ناس الكل نشوفوا شنو موجود معناتها في الساحه في تونس وقاعدين نسبيريو معناتها كل مره من رابير برا معناها فما برشا كيما ترافيس سكوت بوب سموك معناها فما برشا عباد قاعدين نسبيريو منهم وان شاء الله نخدموا حاجه من خير بتبيع الاوجه على حاجه نتاعنا احنا معناها
فهمت ليدونتيتي نتاع ديما تبدا ليدونتيتي نتاع انا حاجه معناتها فيها التاش نتاع وانت بديت ولا كيما قال لك هو ما نسمعوا يعني لي رابور كل معناها يلزم تبدا ديما اين معناها تبدا جور معناها في الراب خاطر فهم برشا اكتواليتي جدد و يلزم ديما اجور جال ساحة معتها مشي وتكبر بتاع الراب كل مرة نشوفه معتها بجنيراسيون قاعدة تطلع معتها كاملة بتاع عبيد حاجة تفرح على الاخر ما تشوف العبيد تاخده معتها مغرومة بالكلتير هذي وكل برسمي حاجة تفرح على الاخر وان شاء الله معتها نتمنى التوفيق معتها ولا لقدم نتمنى لهم النجاح والتوفيق. سؤال مويلي شكون قدوتكم في الراب؟ قدوة بمعنى شنية معناها كريم كارير شكون طموحكم كارير بلدي الناس كل ديجا قدوتها بلدي مش حتى كان في الراب اي واحد يحب ينجح تكون قدوته بلدي اي معناتها الكارير اللي عمله معناتها باركور معروف الناس كل تعرفه في تونس معناتها باركور بلدي حاجه مزيان على الاخر بدا معناتها من زيرو كما نقولوا احنا وقعد معناتها شاد في الغرام نتاعو اللي يوصل به معناها النيفو به على الاخر. يعطيكم الصحة نعملوا ترتيحة نسمعوا غنية إثبات وبعد عودة نشوف سمعنا تلمسكات شرطة مش اسمعوا إثبات ورجعينكم على جو فهم مثلنا معكم في جو فهم على برنامج كيمو شو مرحبا بكم مرحبا سيدة مسلمين ومسلمين عند قاتلين يسمعوا فينا الآن. يعطيك الصحة إثبات على الغنية هذه مغزوية حلوة عايشك عايشك وقتش خرجت الغنية هذه أول سولو معنى نهبتوا واحد بدينا دي فيتورينغ وذي اول سولو نهبتو انا واحد برشا فيلينغ امور فيلينغ ما فدلكش به عنا فيك فقرة اخرى اسمع لو باش نكونوا مع بعضها باش نسالكم بعض اسئلة خفيفة باش تقولوا لي شو تعطينا الاجابة اوكي به لو ما كنتوش الراب فنان الراب شو تكونوا تعملوا انا بيرسونيل ما كنجيش في الراب نقعد في نفس في نفس معناتها الكولتور هذيك معناتها حاجه في الار في الفن معناها تكون ما نعرفش نرسم حاجه كي اي موضوع معناتها تبع الفن خاطر حاجه طياره معناتها مغروم بها وانت بديس والله انا كما جيتش رابور راني ديفلوبور ديجا قاري ديفلوبمون ونعمل بانتور زاد نجم نكون كل شيء ما نكونش حاجه نكون حاجه اخرى باز بس باش نكونوا حاجه مش نقعد هكاك نتحرك واضح. سؤال اخر نشوفوش نشوف توماسوس في الدومين تمثيل والله توا كل ما كان ما نخموش في حاجه في التمثيل اما كي تبدا ثم اوبورتونيتي به معناتها باش تعطيني اضافه معناها نجموا علاش ليه معناها نشوف التمثيل في على شبكة التواصل الاجتماعي ولا في التلفزة ولا كيفية نمثلوا مع بعض نينو باديسي يالي أو في بي مع بعض بالله به اللي يقوله هو اللي يقوله به نمثلوا مع بعض واضح. هذا فقرة قصيرة لو بعد بشنا نسيتوا نحكيه أكثر عن بشتسلك سؤالات مش نشوفوا الفنانين رابيرات يغنين في العروسات في الأفراح بعد يحضروا 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 قديك في القاعة ويحضروا يغني وكل شيء معناه ديجا كي يجيبوا دي جي معناها في العروسات ديجا الغني الراب هو التاغي معناها في العروسات معناها ما تنجم تكون معناها ليش لا ما نحكيش ما نقصدش أكثر ري على الدي جي نقصد على الفنان مثلا فنان كي يحضر في العروسات معناها تصور كان يعيطوا لهم فما شكون باش يقبل انا حسب ما نشوف معناها الاغلبيه اللي رابور يمشيو للعروسات تلقاه كي يبدا صاحب ولا حاجه كجست باش يجي معناها كيعطي اغنيه يغني له يفرح بيه كذا اما نصورش معناتها يبدا عرس كامل قايم به رابور كيما مش خاطر معروف العروسات الاغلبيه يبدا اغنيه شعبي معناتها فهمت ما نصورش رابور كي يبدا عباد تحب تشتح وتميل كيما نجمش تميل على الراب معناها طبعا تشبه تتمنيه معناتها نشوفوك في الافراح هكا في العروسات ولا حاجه تعملوا ذهب معناتها في الفئه الشباب ولا احنا وين تنجموا تشوفونا تنجموا تشوفونا في اي بلاصه نتحركوا نظهروا في بلاصه الكل اما نقعدوا في جو الراب يعني باير اكيد في جو الراب طبعا في الميتين الراب اكيد في الميتين الراب مش الودري ولا تربي ولا حاجه كيكا معناتها هذاك هو معناتها فهمتي باهي باش نسالكم سؤال
تو حكينا على العروسات والافراح وكل شيء. جروب 97 ناس نشوفوهم في المهرجانات علي مثلا كي نقول لك مثلا فما معناتها مهرجان كيم في مهرجان كرداش عملوا مهرجان خاص للفن الراب ناس واش نشوفوا توما جروب 97 في المهرجان كيما مهرجان كرداش ولا حاجه ديجا مازلت ما عندناش فان بيس معناها تخول لنا باش نطلعوا في دي فيستيفال كي مازلت الفان بيس نتاعنا ما خلتناش الاوبجيكتيف نتاعنا انت ما الاوبجيكتيف نتاع البوبليك انت ما تعرف معناتها واحد باش يعمل مهرجان ولا كونسير ولا حاجه لازم عنده لازم معناتها يجيب واحد هكا معروف معناها وعنده فان بيس كبيره باش يدخل لك فلوس معناها مش يعيط لك خاطر التالون ولا حاجه هو حش معناتها يربح معناتها فهمت ان شاء الله كان ولا عنده فان بيس كبيره وكل شيء وجاتنا فرصه علاش ليه ان شاء الله باش نسالكم على الجن رسمية كنتم يوتيوب أكيد فما فنانين رابور ونشوفوهم على اليوتيوب يدخلوا فيهم فلوس بعد اليوتيوب تاعهم هم كل شيء الجروب تاع كنتم يدخل فيها فلوس وهم حاجة ولا لا لا مازلنا برضو مامولي كله مام احنا خاطر تو كبدينا كجو معناها وعملناها بون كيف معناها فهمت كملوا كي بدينا معناها مع ما مش اوبجيكتيف تاعنا كندخلوا برشا فلوس كل شيء حاجه مغروبين بها نجربوا فيها حتى معناتها كان نقعد نغني نهبط 100 اغنيه وما دخلتش فلوس باش نبقينا فرحان معناها نروح نقعد فرحانين بالحاجه ما دامنا راضيين تيم كاتش رئيس فات نجموش نسمعوا مستقبلا تريو رابور فما برشا تريوات جاي فما تريوات ديجا فما قاعدين معناتها في البالون باش نحضروا البوم معناها في برشا تريوات معانا كيما قال لك معنا صاحبه اللي بدا معاه هيب ساك حاجه زاد رعب فما تريو مع رابور اخر اسمه كانزو فما واحد اخر اسمه بسام باش يعمل معنا تريو ان شاء الله فما دي بروجي معناتها باش يخدموا تريوات فما فهد صاحبي زاد الاف اسمه برشا رابيرات باه الفقره الاخيره عندنا هي شعنتك هي فقره باش تعطينا ايش عندكم الجديد شنو عندكم الجديد كيما قال لك نحضروا في البوم فيه 10 ولا 11 تيتر تراك سينو هذاك جديد مع الالبوم نحضروا فيه شو تسميوا الالبوم ولا نخموا في الاسم البارح شنو نسمي ليها كرونيك ثوتس كرونيك ثوتس مازلنا نخموا في الاسم ماما هذا مبدا خليك كيابة البوم تتعطى في الاوفيسي واضح يعطيكم صحة يعطيكم صحة نورتونا اليوم كلمة ختام لكم توما شو تحب تقولوا للمستمعين اللي تابعوا فينا الان في جو فان والله نحب نشكر اي عابد معناها من بداية الراب يعني وبدي سمعت السيبورتيني معناها وقعدت ثقته في وقعد يشجع في الكل نحب نشكر فامي وكل معناتها اللي عاونوني كل شيء وقعدوا مضحين معايا اي واحد عاوني في الخدمه صور لي ولا مستر لي غنية ولا كل معناها ما نعرف نذكر الاسماء كان برشا خدمنا معاهم كيما غانزو سولو غانزو انس بيت سيف سولو صورنا كليبات يمنتج ويصور منتج كل شيء حسام عبد زاد خدمنا معاه تيتر كواليتي برشا اي عبد خدم معانا معناها وشجع فينا كل شيء نحب نشكره على الاخر يعطيك الصحه وانت بتيس والله نشكركم على الاستضافه هذيا وان شاء الله تكون انطلاقه باهيه للراديو ونشكر العباد اللي تفرجت الكل وان شاء الله تكون معناها الحصه ممتعه معناها ما قلقوش معناها هم يتفرجوا كاوسينا ان شاء الله ربي معاكم وربي معنا اعطيكم صحه توفيق لينا الناس يعيشك يعطيكم صحه ميرسي بيديس ميرسي احمد نورتونا وشرفتونا اليوم في برنامج الشركه موجو العطيف الاول ان شاء الله مستمعين كرام ومشاهدي جو فهم سلام متواصلين معكم
فاصل قصير بعد نستمعوا نستقبل ضيوف الثاني.